حكمت لن يسمح لأمير بعد الآن بالأسئلة إلى لفريدة. أهلا وسهلا بكم محبي مسلسل اليمين. أعلن مترجم من مسلسل اليمين الحلقة 253. حكمة الذي دفع عن ريحة في غيابها الآن سيدافع عن فريدة، لكن أمير سوف يسبب صعوبة كبيرة لأنها لا يحب فريدة. ثم يعزف فريدة وهي في القصر، لكن فريدة لن تترك القصر لأنها أقسمت لجافدان أنها سترعى الطفل مهما حصل. فريدة ستبذل كل جهدها لتهتم بالطفل وتعطيه حنان الأم. في الأيام القادمة أمير سوف يعجب بفريدة أكثرا وأكثرا. أمير عندما رأى فريدة أول مرة تذكر ريحة، لذلك حاول طرد فريدة من القصر. بعبارة أخرى، أمير سوف يتذكر الماضي وبسبب فريدة، لكن أمير سيمنح فريدة فرصة لكي لتبقى في القصر. في الحلقة القادمة سيبدأ حب أمير وفريدة. كانت ريهام في الماضي تقوم بمصائب كبيرة من أجل أمير، لكن الآن أمير هو الذي سيكون له المصائب. أمير سيهتم بفريدة وسيخوض حرب كبيرة من أجل حمايتها، لأن الآن رشاد لن يسمح لأمير وفريدة أن يكونان مع بعضهما البعض. كمال ونارين سيتزوجوا في 5 أكتوبر. كمال قدم مفاجأة لنارين وفرحت بها كثيرا. سمعت كمور ستعمل على منع هذا الزواج. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، انتظرونا في فيديو جديد. ولن نداكم في أمان الله. شكرا على حسن المتابعة، ولن نداكم في أمان الله، والسلام عليكم.